القصة الثالثة دي هي لها علاقة بما نؤمن به في هذا البرنامج، إن احنا طول الوقت بندور على الناس القيمة اللي يضيفوا لنا ويضيفوا لكم، إن احنا نفخر بالنماذج اللي ما حدش شايفها، إن احنا نسلط الضوء على ناس بتشتغل وبتبذل جهد وبتخدم العلم وبلادها. من هنا تأتي الأهمية بالدكتور محمد عطية أو موها كما أطلق عليه اليابانيون. محمد عطية أو الدكتور محمد عطية هو باحث مصري في وكالة حماية البيئة الأمريكية، وبيعمل مساعدا في قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزئية بجامعة رايس الأمريكية، وقام بتصنيع موجات من خلال عمل رائد في محاولة منع تلوث البيئة. المواد اللي بيتكلم عنها يطلق عليها مواد كيميائية أبدية لأنها لا تتحلل وموجودة في المنتجات اليومية زي حلل التيفال وطفايات الحريق وغيرها. قبل ساعات نشر الدكتور محمد عطية بحث في دورية ساينس يحاول أن يضع من خلاله خارطة طريق للتخلص من تلك المادة في المستقبل. الدكتور محمد عطية المصري اللي مشرفنا لديه 75 ورقة بحثية منشورة باسمه في كبريات المجلات العالمية، وهذا النشر صعب جدا. هذه المجلات لديها تدقيق، ما بتاخدش غير الأبحاث الجديدة والأبحاث المؤثرة، عشان دايما لما حد يجي يقول اختراع نقول لك نشر في مجلات دورية عالمية علشان نعرف مدى المصداقية بتاعته. الدكتور محمد عطية اشتغل منجد في ورشة المعلم بلبل وعامل صيانة سيارات، ولم يخجل من هذا لأنه عالم حقيقي خد رحلة كفاح. ففي إطار الفخر بيه أنا بقول الأشياء التي يتباهى بها ولا يخجل منها. مش معنى أن تكافح وأن تناضل من صغرك أنك ده يبتعد عن طموحك وحلمك. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا أستاذ خيري، شكرا جدا على المقدمة الجميلة دي. طليق بيك، احنا فخورين بيك، احنا بنفخر بكل مصري وبنحاول نترابط ونتواصل. يعني حضرتك في واشنطن كنا حريصين أن نصل إليك لأنك بتقدم شيء عظيم. بس الأول إيه حكاية المعلم بلبل قبل ما ندخل في الجد؟ أنا من صغري، يعني من آخر ابتدائي كده تقريبا، كل صيف كنت بروح بشتغل في الصيف يعني في ورشة المعلم بلبل. من أول ما كنت صبي صغير لحد ما بقيت يعني إيه اتخرجت من، يعني حتى في وقت الجامعة فترة الصيف كنت بكون هناك، يعني ده اللي كنت بعرف أصرف بيه على نفسي يعني. ده كان في اسكندرية في منطقة العطارين. يس ايوه. ما بتحسش ان ده كان عبء عليك او تخجل تقوله؟ بالعكس، حاجة انا بفخر بيها، يعني انا بقول الكلام ده من زمان جدا يعني. انعكست عليك في حياتك؟ يعني ممكن تعمل حاجات للبيت، تعمل اساس، تصلح حاجات ولا لا؟ كنت بعمل ده لما كنت في مصر، لكن اللي انعكس عليا لما ممكن اقول حتى في حياتي العمل العلميه يعني بعد كده، ان انا من صغري يعني هي كانت ورشه ومعرض في نفس الوقت، يعني الحاجات اللي كنا بنعملها بنبيعها. ايوه. فانا من صغري مع الزباين، مع الناس اللي بتيجي وبتروح، فان انت بقى تكون واقف وتشرح للناس، ان تقنعهم ان هم يشتروا من عندك، وتدخل بقى في موضوع الفصال والكلام ده كله، فكره التسويق يعني خلى عندي بعد كده لما بروح اي مؤتمر بتكلم عن شغلي بالكلام ده كله، الرهبه اللي بتكون عند ناس كتير غالبا مش موجوده عندي من اول ما بدات الدكتوراه وبعد كده بعد ما اتخرجت واشتغلت. طيب. فدي بقى يعني الفضل ليها بيرجع للتدريب. ايوه. في الورشه من صغري يعني. لسه بتسال على المعلم بلبل او اولاده؟ الله يرحمه. الله يرحمه. كنت كل ما انزل مصر كنت دي الزياره مهما كانت، يعني نازل يومين زي نازل شهرين لازم اروح. وتجر كرسي وتقعد تشرب الشاي الكشري كده في القهوه في المحل بتاعك زمان وكده؟ بالظبط. في الورشه كده ونقعد كده ونتكلم. الله يرحمه يعني. الله يرحمه. طيب قول لي مسيرتك العلميه، يعني انت اتخرجت من هنا، سافرت ازاي؟ جات لك الفرصه ازاي؟ كنت بتعمل ايه هنا؟ هل كانت الظروف مواتيه؟ هل اضطريت تسافر لانك ما كنتش واخد حقك او ما فيش امكانيات كفايه؟ اشرح لي.
مش موضوع واخد حق او لا، انا خريج هندسه زراعيه اسكندريه، دي تبع كليه الزراعه. ايوه كان نفسي يعني اشتغل في حاجه ليها علاقه بالميكانيكا، فدي يعني علشان كده قسم الهندسه الزراعيه بيكون عندهم برضو موضوع الورش والالات والصيانه. فكان ده كان الحاجه اللي اقنعني بيها دكتور، كان بعد مجال التنسيق ان انا اروح كليه علوم رياضه في الشاطبي، قمت واخد الملف بتاعي ورايح قسم هندسه زراعيه لان حسيت انه ممكن يساعدني في الاتجاه ده. نعم بعد ما خلصت كان في، يعني الحمد لله كنت انا من الخمسه الاوائل على القسم، يعني كان وقتها بيجي منح من جامعه الملك سعود في السعوديه ان بياخدوا الخمسه الاوائل لموضوع اللي هو الماجستير والدكتوراه. رحت هناك، يعني في مصر الموضوع المية من ناحية الوفرة مختلفة تماما عن واحد لسه خارج بقى ورايح السعودية. هناك كان الوضع يعني صدمة بالنسبة لي، ان هو ايه، بتشتري المية اغلى من البنزين اللي بتحطه في العربية يعني، والمية اللي بتنزل من الحنفية مثلا غير صالحة للشرب، هي لاستخدامات اخرى فقط يعني. ايوه فده فتح عندي موضوع يعني جودة المية، معالجة المية، وبدأت أسأل يعني طب هو يعني عايز الأزمة أفادتك. يعني كان الموضوع بالنسبه لي حسيت ان هو يعني ايه مثير للاهتمام، وان لو عرفت اتعلم فيه حاجه. واول ما بدات اتعلم يعني كان حاجات بسيطه جدا من على اليوتيوب يعني، وكورسات موجوده بحيث ان انا اشوف الناس دي بتتعلم ايه وايه المجالات اللي موجوده تحت المجال البحثي دوت. فدي كانت البدايه، بدات اقدم على منح. الموضوع ما كانش سهل بس يعني الحمد لله، يعني بعد سنتين محاوله هناك جات لي المنحة، سافرت على اليابان. وخلال فترة اليابان برضو كنت بروح الدنمارك، ده كان الدكتوراه بتاعتي بين اليابان وبين الدنمارك. خلصت نقلت على أمريكا أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة كليمسون، وبعد كده رحت جامعة نورث وسترن. كنت بتنقل بين الكيمياء وبين هندسة البيئة ايوه بحيث إن أنا أدمجهم مع بعض. حاليا أنا بقود فريق بحثي في الوكالة الأمريكية لحماية البيئة هنا في سنسيناتي في أوهايو، ايوه وشغلي على معالجة المية وتركيز أساسي زي ما حضرتك شرحت كده، اللي هي لا ما انا الملوثات. عايز افهم دي شويه منك، انا بقول كلام مكتوب لكن لما اسمع منك حاجه غير. بس عايز اسال سؤال، انت بتنزل مصر يعني بتنزل للقاهره بتتواصل مع حد هنا؟ بلدنا مستفيده منك باي شكل؟ أنا بنزل مصر وبقابل ناس أعرفها بشكل شخصي يعني، في وزارة الري، في وزارة الإسكان، لكن مفيش حاجة رسمية، مفيش حاجة مباشرة يعني. في الزيارة الأخيرة مثلا اتطلب مني إنه في برنامج تدريبي في أحد الوزارات، فعايزين ناس تساعد في موضوع التدريب، فأنا بحاول أوصلهم بناس أنا أعرفها. بس ده يعني الأقصى حاجة، بتبقى مجهود شخصي مني أنا أكتر، أنا بحب أساعد لا إن يعني. شاء الله نستفيد أكتر من علمك ده اللي هتشرحه لي دلوقتي عن البحث اللي أنت عملته بيقول إيه؟ هو انا شغال على حاجه اسمها مركبات الفلوروكربون، زي ما حضرتك قلت كده هي منتشره في كل حاجه حوالينا تقريبا، من اول الحلل التفال يعني، ده الايه المثال اللي ممكن الناس تفهمه نلاقيه قوي. حوالينا. بس هو يعني هي مواد ليها خواص كيميائيه مميزه جدا، ان هي بتقاوم الحراره وبتقاوم الميه والزيت، فان انت تلاقي مركب عنده الخواص دي كلها مع بعض، الصناعه دخلته في كل حاجه تقريبا، زي ما بقول لك كده يعني، هو في التفال زي ما هو في الالكترونيات، موجود في الفوم اللي بيستخدموه في اخماد الحرائق، موجود في التطبيقات حتى الفضاء، علشان طبعا خواصه الحراريه القويه بيستخدموه لطلاء الصواريخ والكلام ده كله. فدوت كان الجزء المشرق منها، لحد ما اكتشفنا ان الخواص ديت بسبب ان هي بتديله ثبات عالي جدا، ان هو بيقاوم الحراره وبيقاوم الميه وبيقاوم الزيت والكلام ده كله. الحاجات اللي موجوده في البيئه سواء ميكروبات او كائنات حيه ما بتقدرش تحلله، وبناء عليه بقى في كميه تراكم في الاجسام، تراكم في البيئه. واكتشفنا بعد كده يعني هي بقى تقريبا العالم بيستخدمها في حدود 80 سنه من الثلاثينات بتاعت القرن الماضي. خلال الفترة دي كلها التركيزات بدأت تعلى، والوعي ان خلي بالكم ان الحاجات اللي احنا استفدنا منها في الصناعة دلوقتي بقت ملوثات، وملوثات ما بتتحللش ما بتتكسرش، عشان كده جت اللي هي مصطلح الملوثات الأبدية، ان هي
طالما طلعت في البيئة هتفضل هناك للأبد، إلا إذا اكتشفنا بقى طرق معالجة تكون مناسبة للملوثات دي. فده اللي أنا بشتغل عليه، عندي اتجاهين، واحد إن إحنا إزاي نحاول نطور طرق معالجة يعني تشيلها من البيئة، سواء من الهواء، من المية، من التربة. وبدأت اتجاه تاني، وده كان التركيز في البحث الأخير، ان هو بقول للناس خلي بالكم، يعني دلوقتي يعني اللي انا بكلمك عليه ده في امريكا وفي اوروبا هو يعني من احد اهم الاولويات في التشريعات. يعني هنا في امريكا تم حظره في ان هو في يعني تشريعات ان هو ممنوع ان خلال 5 سنين كل محطات المعالجه اللي يكتشفوا فيها ان هي الميه اللي طالعه منها فيها المركبات دي ما هتبقى غير صالحه للشرب. ففي ده قوانين بالنسبة وتشريعات، للشرب، طب مصانع التيفال المنتشر في العالم كله هتعمل ايه؟ ما هي دي بقى الجزء الثاني، ان هو احنا عندنا الصرف الصناعي اللي طالع من الشركات ديت او المصانع ديت تحت برضو ضغط تشريعي قوي، لان خلاص ان هو موضوع التلوث بقى معروف وان احنا دلوقتي لازم نعمل حاجه. فاللي بقوله بقى في البحث الثاني، وده الشغل اللي انا برضو شغال عليه على التوازي جنب المعالجه، ان خلي بالكم ان دلوقتي الشركات بدأت تروح لبدائل. فالسؤال اللي انا ببدأه دلوقتي او الطريق اللي انا بفتحه دلوقتي قدام الناس، ان هو خلي بالكم في بدائل داخله السوق. فمش بقول ان هي حلوه او وحشه، لا انا بقول ايه هي؟ طب هي افضل بيئيا او لا؟ يعني احنا اتعلمنا خلال 80 سنه كتير عن الملوثات اللي هي الاساسيه اللي هي الفلورو كاربون دي. فان نعم، احنا نشيلها ونحط حاجه مكانها لازم نسأل أسئلة تكون أكثر جدية، مش مجرد إن إحنا شلناها وجبنا حاجة ولا عارفين تأثيرها البيئي ولا تأثيرها الصحي ولا هل هتكون ليها نفس الأضرار على المدى البعيد. فده البحث الجديد بيتكلم عليه، إزاي إيه هي الأسئلة اللي نسألها، إيه الحاجات اللي نحطها في الأولويات، وإزاي نتجنب إن إحنا نجيب بدائل تكون ممكن في فرص إن هي تكون أكثر ضرراً أو لها ضرر مثيل. يعني هختم بس بالجزء البسيط، ان احنا لما نتكلم عن المركبات ديت، يعني ده لازم بقوله في اي أي لقاء، ان احنا مش بنتكلم على مركب. يعني مثلا الدي دي تي، لو تفتكر كان في جزء المبيدات، وان الدي دي تي ده كان حاجه ضاره جدا وازاي ان العالم كله منعه، بس ده مركب واحد. لما أي تكون مركبات الكلورو كربون احنا بنتكلم عن عائله كيميائيه تحتها قرب ال 10,000 مركب كيميائي، يعني يا الرقم ضخم جدا. طبعا عشان كده لازم بقولها علشان الصوره تبقى يعني اكثر شموليه. يعني لما بنقول ان هي داخله في كل التصنيعات، مش هو مركب واحد داخل في كل التصنيعات، لا دي هي ليه صور كتيره اتعملت زي ما بقول خلال ال 80 سنه اللي فاتت، وكل صناعه بتعمله بشكل المناسب ليها، اللي بيعمله في شكل طلاء، اللي بيعمله في شكل عزله، اللي بيعملوه في شكل ان هي يعني اي حاجه بتخدم المنتج النهائي بتاعها. فده بيخلي المشكله اصعب من ناحيه، طب هل عندنا حصر بالمنتجات اللي موجوده؟ ايه التركيزات اللي موجوده؟ طب لو حصل تسريب، يعني برضو الحاجه اللي لازم تتقال ان مثلا الداتا والبيانات اللي موجوده عنها في منطقه الشرق الاوسط ضعيفه جدا، لكن في كمية معلومات في أوروبا وفي أمريكا، يعني بنك معلومات زي ما بيقولوا. يعني مثلا علشان يعني نشوف مدى انتشاره، في دراسات بتقول إن أكتر من 90% من الناس في أمريكا عندهم التلوث دوت وصل لحد الدم. يعني لو خدت عينة دم من أي حد ماشي في الشارع هنا، وده ملهوش بقى إن هو لا في أمريكا، لا إن ده معناه إن هو حاجة عالمية. يعني أكيد هو أي حد في أي مكان خدنا منه عينة هتلاقي تركيز من مركب من ال 10,000 دول بتركيز ممكن نقدر نرصده. يعني دكتور، انت راجع مصر امتى اجازه؟ والله لسه ما فيش خطة، ما فيش أنا خطه. عندي طيب سفريات ايه كتير. الوزارات اللي شغلك ينفع معاها؟ المعنيه يعني، انت قلت لي وزاره الري ووزاره الاسكان. ما هم دول تقريبا يعني، ووزارة البيئة يعني. انا شايف ان وزاره البيئه اهم ووزاره الصناعه. يعني في الجزء بتاع المجال البحث الجديد اللي بدأت فيه، لان دوت يعني انا بقعد مع شركات كتيرة جدا يعني بتيجي تستشيرني في الموضوع دوت.
بسبب الضغط التشريعي والقوانين الجديده اللي جايه دلوقتي، الشركات علشان تيجي تتكلم مع عميل او مع مستثمر، ده بقى سؤال من الاسئله اللي بتتقال: هل في مكون من مكونات البرودكت او المنتج بتاعك دوت داخل فيه البيفاس ولا لا؟ ده بقى سؤال اساسي. ليه؟ لان المستثمر عايز يحط فلوسه في حاجه ما طبعا تجيش عليه بالسلب بعد كده، ان هو الناس تكتشف ان هو ليه اضرار صحيه يعني يتجنبوه ويروحوا لحاجه تانية. لا، هو عايز يبدا دلوقتي مع اي حد، فبيسالهم دلوقتي. وده بقى حاجه يعني دليل على زياده الوعي برضو طبعا خارجيا، ان هو الناس عايزه تعمل حاجات تكون اضرارها البيئيه والصحيه قليله جدا من البدايه. على العموم انا فانا وافق حضرتك ان جزء الصناعه مهم جدا في عشان كده انا بعض الايام. بوجه هذا اللقاء لسيد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، السيدة وزيرة البيئة، يبعتوا لك دعوة بس ويصروا على انك تتفضل تيجي بلدك، يقعدوا معاك يعرفوا كيف يمكن ان نستفيد من ده علشان وزارة البيئة تفرض هذا، علشان وزير الصناعة يقدم معلومات كاملة للمستثمرين اللي هيشتغلوا في مجال الصناعة. نحن أولى بهذا. بشكرك جدا جدا وفخورين بيك دكتور محمد عطية.